بالانتقال إلى الأزمة السياسية الداخلية، نقلت صحيفة النهار عن مصادر جبهة النضال الوطني أن وزراء الجبهة وقيادات الحزب التقدمي الاشتراكي سيباشرون الأسبوع المقبل تحركاً انطلاقاً من مبادرة معينة تستند إلى مذكرة يجري إعدادها للقيام بجولة لها على كل القيادات في 8 و14 أذار من دون استثناء. وأضافت أهالي المفقودين يزورون مواقع 3 مقابر جماعية رافعين الصرخة حتى يعود 169,099 مفقودا غيبتهم الحرب ولم تسهم الدولة في معرفة مصيرهم. يوم جديد، إلى اللقاء. قال وزير النقل: لا يزال حادث حافلة الطلاب في أسيوط يثير نقمة شعبية كبيرة بعدما شكل